كل ده بالتأكيد هنطمن ونعرفه من خلال زميلنا شريف شعبان اللي متواجد حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة قبل تلت ساعة من انطلاق المباراة. النهاردة الفريق في استئناف للتدريبات وبكرة راحة قبل الدخول في معسكر يوم الجمعة قبل السفر استعدادا لمواجهة البلدية يوم السبت. شريف مساء الفل. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. والحقيقة أنا أمتعتني على المستوى الشخصي، يعني ما شاء الله أخبار خاصة وحصرية لشاشة الأهلي. الله يخليك ما شاء الله. تمام محمد، دايما أنت معتاد في الفترة الأخيرة على الانفرادات يعني. الحمد لله يا شريف. طيب عايزك تطمني بقى على أخبار الفريق والجديد عندك، وأنت أكيد كنت موجود دلوقتي مع الجهاز الفني والطبي، لو في أخبار سعيدة نطمن بها جمهورنا أو آخر الاستعدادات، لأن النهاردة استئناف للتدريبات قبل الحصول على راحة سلبية غدا إن شاء الله. الاول طبعا ببارك لك وببارك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي الحصول امبارح على ثلاث نقاط تضاف الى رصيد النادي الاهلي، ناقص في المشوار مباراه البلديه يوم السبت، يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي عشان قبل ما نخش نهائي افريقيا نكون مركزين تركيز كامل بقى في النهائي الاعظم، النهائي الاكبر في البطوله المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. التمرين زي ما انت قلت الساعه السادسه، يعني اقل من ثلث ساعه هيكون في تمرين. الان في محاضره ما بين مستر كورر وكابتن خالد بيبو طبعا وباقي لاعبي الفريق، بيتكلموا فيها عن مباراة الأمس وغلق مباراة الأمس وتركيز فقط في مباراة بلدية المحلة. وممكن مستر كورر النهاردة يعني يشاهد لاعبي النادي الأهلي بعض لقطات الفيديو من فريق بلدية المحلة، وعلى طبعا مستوى الخطورة ونقاط الضعف في فريق بلدية المحلة. وكالعادة من قبل الثلاث مباريات السابقة كان تعليمات الكابتن خالد بيبو بإغلاق الملف الأفريقي بالكامل والتركيز في المعترك المحلي، وبالفعل يمكن ما شاء الله نمسك الخشب. النادي الأهلي قدر يجتاز الثلاث مباريات بالحصول على العلامة الكاملة في النقاط. باذن الله يكون او تكون مباراه البلديه يوم السبت هي يعني الاخيره، المحطه الاخيره، والحصول ايضا على ثلاث نقاط. يمكن ربيعه امبارح وكوكا يمكن بعض الكدمات، الدكتور جبله رئيس الجهاز الطبي قال لي يمكن بعد المحاضره هيبدا يتشيك عليهم ويشوف القصه، بس بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي القصه مش صعبه خالص، القصه كلها كدمات باذن الله تكون حاجاتهم بسيطه جدا ويكونوا تحت امر طبعا مستر كورر في اداره المباريات. الناس كلها بتتكلم على عبد المنعم وانذار عبد المنعم. الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي يا جماعه عارف بيعمل ايه كويس قوي، كولر بيعمل روتيشن كويس جدا وعارف الفتره الجايه ممكن يريح مين وممكن يلعب مين، فكل حاجه مش بالصدفه في النادي الاهلي. اللي بيشتغل في النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها بالصدفه، كل حاجه مرتب لها ترتيب كما يجب ان يكون. باقي الاصابات احنا احمد عبد القادر، عمرو السوليه، بطمنك ان القصه يعني او التاهيل اللي شغال والعلاج اللي شغال الدنيا كويسه، النتائج فيها نتائج مبشره، فباذن الله باذن الله باذن الله يمكن يعني بشكل كبير يعني بشكل كبير ممكن باذن الله يلحقوا طبعا نهائي افريقيا، فباذن الله الامور مبشره باذن الله، بس برضه هننتظر التاكيد الرسمي من رئيس الجهاز الطبي الدكتور جاب الله. اللعيبه اللي شاركت امبارح طبعا بتعمل النهارده ريكفرنج، الباقي كله بيرفع طبعا مستر كورر الحمل التدريبي قبل اجازه بكره عشان خاطر يساوي الحمل التدريبي بين اللي بيشارك وبين اللي ما بيشاركش، عشان خاطر اي حد يحتاجه لفتره مقبله يكون موجود تحت امر الجهاز كولر وينزل يادي 90 دقيقه زي ما الراجل ما بيقول او زي ما الكتاب ما بيقول باذن الله. لما التقيت بالجهاز الفني يا شريف من دقايق، ممكن نشوف ياسر في القايمة ولا لسه الجهاز هيستنى يشوف تدريبة النهاردة الأول، يشوف ياسر إبراهيم أليو ديانج ممكن يتقص؟ دي آخر مباراة قبل مباراة النهائي، فالجمهور متشوق، يعني هل في جديد في الجزئية دي ولا نستنى بعد التمرين؟ ياسر بقاله فترة بيشارك، شناوي بقاله فتره بيشارك، ديانج بقاله فتره بيشارك، فالقصه كويسه. يمكن شناوي بس هو اللي غاب فتره ما جاله شد في حضره السمانه وغاب ورجع تاني برضه بيشارك بقاله اكثر من تمرينه، فالثلاثه اعلنوا جاهزيتهم الكامله تحت مستر طبعا كولر، هو اللي لو بيفضل المباراه الجايه يشاركهم، ممكن وارد في جزء من الاجزاء وارد يديهم فتره اكبر، وارد هو دلوقتي دي امور فنيه تخص مستر كولر، ولكن المؤكد زميلي محمد ان الثلاثه اصبح مشاركتهم في ايد مستر كولر، ان الجهاز الطبي اعطى الضوء الاخضر لمشاركة هؤلاء الثلاثة، فمشاركتهم طبقا طبعا لاختيارات كولر. وانا بقول لك ممكن بشكل كبير جدا نلاقي ياسر الفترة المقبلة او المباراة المقبلة مشارك او على الاقل موجود على دكة البدلاء. زميلنا شريف شعبان موفد قناة الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وقبل دقائق من استئناف الاهلي تدريبات واستعدادا لمواجهة البلدية، شكرا جزيلا ليك على كل هذه الايضاحات والمعلومات، والحمد لله قادرين نكمل نحاول نقربكم شوية من كل التفاصيل والاخبار من خلال شاشة قناة الاهلي. نطلع نتابع دلوقتي آخر أخبار الترند.